إن حاجة المسلم إلى طلب العلم الشرعي والعناية به من أشد الحاجات وأعظمها، لأن سعادته وفلاحه في دنياه وآخرته متوقف على العلم، فلا سبيل إلى الجنة ولا وسيلة لتحصيل تمام المنة إلا بالعلم وتحصيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل في علاه في أعظم مشهود به، ألا وهو توحيده سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سليمان محمد من الحسين التركيت. كنت من أول بعثة دراسية توفد إلى إيطاليا سنة 1961، من ضمن بعثة شركة صناعة الكيماويات البترولية التي تأسست سنة 1959، والمؤسس الرئيسي الذي ساهم في صناعات الكيماوية كان سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي كان رئيسا لدائرة المالية قبل الاستقلال، ونظم الشيخ جابر الأحمد كل جهده في سبيل إقامة صناعات موازية للنفط، فكان باكورة جهوده إنشاء شركة صناعة الكيماويات البترولية. طبعا صار في شراكة مع شركة إيطالية أورينسيو دي نورا، وظلينا في إيطاليا لمدة سنة، بعدين انتقلنا للدراسة في بريطانيا لمدة 3 سنوات، وبعدها إلى أمريكا. في أمريكا أنا الوحيد اللي اشتغلت في مصانع كيماوية سنة 1965 لمدة سنة كاملة، وهاي كانت المصانع شبيهة بالمصانع التي ستنشأ في الكويت، كانت تابعة لشركة الجلف اسمها سبنسر كيميكال ديفيجن. بعد ما رجعنا الكويت وبدأ تشغيل المصانع منذ بداية 66، كنت أنا عينت مشرف تشغيل وتدرجت بالوظائف لغاية ما صرت عينت مساعد للعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة ومدير عام وحدة الأسمدة، وكذلك في شركات زميلة اللي هي الشركة العربية الصينية للأسمدة الكيماوية مقرها بكين، أنا كنت نائب رئيس مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات، ظليت في هالمنصب هذا لغاية تقاعدي سنة 1995. اشتغلت في جمعية المشرف التعاونية كمدير عام لمدة 3 سنوات من سنة 1999 لغاية 2001، وبعدين تركت الشركة. وهذا بالنسبة لي السيرة الذاتية. طبعا في امور ما
شخصية طول لو أذكرها. هذا بالنسبة لعائلة التركيت، العائلة نزحت إلى الكويت منذ نشأة الكويت، يعني من سجلات وزارة الأوقاف، وكذلك ما كتبه الباحث عدنان سالم الرومي وآخرين، نرى أن مسجد الخليفة الذي تأسس سنة 1772 كان أول من صلى فيه إماما كان عبد السلام شعيب التركيت. هذا أول مسجد مبنى في الكويت اللي هو مقابل لقصر السيف. مسجد القطامي أيضا تأسس سنة 1882 كان أول من صلى فيه الشيخ العلامة حسين بن عبد الله التركيت، بعدين ابن عبد الله، بعدين محمد صالح. وكذلك مسجد عبد الرزاق اللي في دروازة عبد الرزاق أسس سنة 1872 أول من صلى فيه عبد الله إسحاق التركيت. نتكلم اليوم عن عبد الرحمن مولى حسين محمد التركيت. ولد المربي الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن حسين بن محمد التركيت في دولة الكويت نحو عام 1892. التحق منذ صغره بالكتاتيب، حيث تعلم القرآن الكريم والقراءة والكتابة وبعض علوم الفقه. كان يسمى في السعودية بالشيخ عبد الرحمن الكويتي. هذا ينتمي من العائلة مع مولى حسين عبد الله التركيت ومحمد صالح التركيت إلى الجد الأكبر للعلامة حسين. القاضي عبد الرحمن ذهب أيام شبابه بمؤازرة خاله مولى حسين عبد الله التركيت، لأن مولى حسين عبد الله التركيت هو والده مولى حسين محمد التركيت وخاله مولى حسين عبد الله التركيت، ويصير لأن والدته بنت عبد الله التركيت سبيته اللي هي هيكون مولى حسين اللي هو قدمنا حلقة أمس هو يصير خاله. وهو كان طبعا مهتم في عيال أخته بعد ما توفيت، ف أشار عليه للذهاب إلى الإحساء للدراسة، دراسة العلوم الشرعية وما شابه ذلك. ظل في الإحساء مدة طويلة أكثر من 30 سنة، زاول في أثنائها الإمامة في الإحساء، ثم صدر أمر ملكي من الملك عبد العزيز آل سعود بتعيينه قاضي في القطيف، وظل قاضي لمدة 4 سنوات في القطيف، بعدين نقل إلى الجبيل ذاك الوقت قرية الجبيل، وعين قاضي فيها لمدة 8 سنوات، بالإضافة إلى أن صار إمام مسجد في الإحساء. كان معروف في الإحساء، ظل هناك وتزوج من أسرة أحمد القريشي. أحمد القريشي طبعا بنت أحمد القريشي. أحمد القريشي كان إمام مسجد، تزوج
بنته وأنجب منها 5 أولاد. بعدين رجع الكويت سنة 57 وعين في الكويت أيضا قاضي في محافظة الأحمدي قاضي. وفي أيام ما كان جابر الأحمد محافظ لمحافظة الأحمدي في الخمسينات، كما تم تعيين إمام وخطيب مسجد محافظة الأحمدي. ظل فيها في هذا المنصب لغاية ما توفاه الله سنة 76. كان له علاقة طيبة مع الشيخ جابر الأحمد الجابر صباح، وكان يعني من كثرة إخلاصه في عمله وتفانيه، وكان هو ذاك الوقت قاضي لا يتبع أي جهات قضائية في الكويت، كان هو المأذون الشرعي والقاضي، وكان أيضا إمام وخطيب مسجد المحافظة. سنة 60 قبل الاستقلال تأسست وزارة العدل، وهذا فأشير على القاضي عبد الرحمن إنه ينقل إلى وزارة العدل، فرفض، قال أنا مرتاح مكاني، فخلوه ظل قاضي ومأذون شرعي يعني مستقل عن وزارة العدل. غادر دولة الكويت في أوائل شبابه متوجها إلى الإحساء لطلب العلم، حيث كان فيها الكثير من علماء العلم الشرعي، وأخذ عنهم علوما مختلفة، وبعدها عينه الملك عبد العزيز قاضيا في منطقة القطيف لمدة 4 سنوات، ثم الجبيل لمدة 8 سنوات، وكان يسمى بالقاضي الكويتي. طبعا تتلمذ على كبار ذاك الوقت، يعني في العشرينات والثلاثينات كانت منطقة الإحساء تعتبر من مناطق اللي يأمها طلبة العلم، لأن فيها علماء، فهو تتلمذ عليهم وأخذ منهم الكثير، وكان ذو سمعة طيبة في هناك في الإحساء. فمن ضمن الأشياء اللي ذكرت أنه كان طبعا هو يعتبر من الشعراء البارزين، وله شعر في الرثاء وشعر في المدح. فطبعا أنا جايب معي رزمة من الشعر اللي قام فيه سنة 1945، كان يرثي فيه أحد العلماء اللي توفى، وكان يمدح فيه بعض الأصدقاء. تزوج زوجة ثانية في الكويت بعد رجوع الكويت، وأنجب منها بنتين. بنت واحدة استشهدت أثناء الغزو العراقي، اسمها غالية، هاي كان يوم التحرير يوم 26 طالعة ويا زوجها من منطقة الدعية، ورايحين على أساس بيتهم في الصباحية. فبعض الجنود المنسحبين كانوا يطلقون النار عشوائي على السيارات اللي تمر، فجاءت رصاصة برأسها
كانت تحتضن ولدها الصغير. فالرصاصة هذه طبعا اخترقت رأسها وتوفيت بالحال. وهذه مذكورة طبعا مع شهداء الكويت فيها. عند أولاد الولد الأكبر كان مراقب في محافظة الأحمدي تربية، وعند أحمد كان متعهد معروف، ومحمد كان يشتغل بالقطاع النفطي. محمد كان آخر وظيفة له كان نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية. ولد محمد صار رئيس شركة إيكويت، ثم الآن رئيس مجلس إدارة شركة الكيماويات البترولية. وآخر الابن الخامس عادل كان في الجيش تقاعد طبعا. هذا الشرح عن القاضي عبد الرحمن تركي. أيضا كان له سمعة جيدة في عندما تولى القضاء في محافظة الأحمدي، وكان يعني بعض الأفراد الذين حكم لهم كانوا يثنون عليه، لأنه هو طبعا كقاضي كثير من المتخاصمين يرتاحون أنه يكون القاضي عبد الرحمن التركي. وبعد عودة الشيخ عبد الرحمن ملا حسين محمد التركيت لدولة الكويت عام 1957 أصبح قاضي مدينة الأحمدي، عندما كان الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه محافظا لمحافظة الأحمدي آنذاك، وكان إماما وخطيبا لمسجد نفس المحافظة أيضا حتى وفاته. الشيخ القاضي عبد الرحمن كان غزير بالعلوم الشرعية على مذهب الإمام الشافعي. طبعا هو قبل مغادرة الكويت كان يدرس أو أخذ الكثير من علومه شرعية من ديوان التركيت، ديوان ملا حسين عبد الله التركيت، اللي هو تم استرثه من والده عبد الله التركيت. هذا الديوان مشهور بالكويت من 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 أقوى الدواوين اللي فيها الكتب والمخطوطات وكتب العلوم الشرعية. طبعا هذا الديوان كان ملتقى للمشايخ وطالبي العلوم الشرعية، فهو طبعا لازم خاله اللي هو ملا حسين عبد الله التركيت، وأخذ نهل من الكتب هذه وبرز فيها. لذلك خاله ملا حسين عبد الله التركيت شجعه على السفر والدراسة في الأحساء، دراسة العلوم الشرعية. وكانت الإحصاء بذاك الوقت هي يعني كانت الإحصاء مثل
الأزهر بالنسبة للجزيرة العربية، يعني في يعني كان في الإحساء، كان في المدينة المنورة، وكان في مكة. أقرب طبعا مكان للكويتيين طالب العلوم الشرعية كان الإحساء، وكان ما في ذاك الوقت حدود يعني. ظل هناك في الإحساء، وطبعا هناك القضاة مثل الكويت يعني، كان تعيينهم بأمر ملكي، فطلع أمر ملكي من الملك عبد العزيز آل سعود بتعيينه قاضي. وهناك طبعا كان يعني برز في التقاضي، وأخذ سمعة جيدة، كان رحمه الله مبادرا في عمل الخير، كان شد الحرص على اتباع السنة النبوية الشريفة، وكان يتبع الكتاب والسنة بحذافيرها، كان يعني طبعا كان يدعونا احنا واحنا صغار يعني لا تسوون كذي تسوي كذي بالنسبة للأمور الحياتية. رحمه الله كان يعني أستاذ وعالم دين وقاضي وشاعر ومحب للخير، كان سمعته بين المتقاضين في منطقة الأحمدي كان سمعته جدا ممتازة. قبل ما هذا قبل يعني ما يكون في هناك محكمة خاصة لمحافظة الأحمدي، أخذ المربي الفاضل الشيخ عبد الرحمن ملا حسين محمد التركيت أخذ علومه الشرعية من الإحساء التي كانت آنذاك مثل مدينة الأزهر بالعلم الشرعي، وكان الذي لا يدرس بالإحساء لا يعتبر عالما، لذلك كان العلماء قديما يحرصون على السفر إلى الإحساء وأخذ العلوم من علمائها. توفي المربي الفاضل عام 1976 للميلاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. رحمه الله حريص على صلة الأرحام، وكان طبعا يوصل الأقرباء خصوصا الجماعة اللي كانوا في عصره، كان يتصل ويزور ابن خالته محمد صالح التركيت اللي هو الشيخ محمد صالح التركيت، ويزور خاله والحسين، وكان احنا يزور الوالد. انا والدي طبعا كتيبة الثالث من يعني يزور الوالد، وكان حريص أيضا أيام الأعياد إنه يلف على الدواوين. كان أتذكر كان يزورنا في البيت، ويزور بعض بيوت العائلة، يعني يزورنا في البيت اللي هو أخوه الصغير محمد، يزور محمد صالح، ويزور بيت والده اللي هي خواته. فكان يعني يطبق السنة بالنسبة لصلة الرحم بحذافيرها يعني، ما كان كان حتى أتذكر مرة يقول حق
محمد صالح بعد ما سافر، لأنه هو من ضمن المشايخ اللي درس معهم ودرس على إيدهم الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي. فيوم رجع الكويت شاف ان محمد صالح والخالته قطع الـ 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 يعني زيارته للشيخ يوسف الجناعي، فكان يعاتبه يقول له ليش انت الحين، احنا الحين من 30 سنة 40 سنة كنا نزوره على طول لأن هذا أستاذنا ونحبه وما شابه ذلك. هذا ما وديت أنا يعني أقوله بالنسبة للتراحم وصلة الأرحام. كان طبعا وفاته كان صدمة بالنسبة للعائلة، لأن صاب نوع من عوار القلب وأثناء نقله إلى المستشفى توفى. يعني كان وفاة الفجأة. القاضي عبد الرحمن يعني هذا يعتبر من السلف الصالح اللي المفروض يعني احنا نقتدي في أعماله، في سلوكه، في تصرفاته، في نصائحه. أنا عموما أشكركم على هذا اللقاء وأشكر الجهات اللي تبنت هذا اللقاء على أعطائنا الفرصة لنتكلم عن علماء الكويت وعلماء آل التركيت. شكرا جزيلا.